اول ما اشتغلنا في المصلحه كنا اطفال صغار، واشتغلنا في المصلحه يعني عمال مثل يعني بهالارض، تطبيق تراب وصوالي وتجهيز شغل لفعركات المعلم، يعني تنقل الفرن، نقل البضاعه على الفرن، شيلها من الفرن، هيك شغلات في البدايه. كبرنا شوي وتعلمنا المصلحه وجينا اسسنا هون في المصلحه من 35 سنه. وبلشنا نشتغل هون في الريف الشمالي الوحيدين نحن عمال نشتغل فيهم في المصلحه هاي. نشتغل في قطع على المي، خابيات مي، برقان، للمدخنه، بواري مدخنه، وهيك شغلات، طرابيش، عكاس، هيك شغلات. بنشتغل مطموره، بنشتغل قطع الزينه، بنشتغل قطع الزريعه، يعني كل شيء انواع فخار. بس الحراري لانه المواد الترابي الحراريه غاليه شوي ما عم نحسن نشتغل فيها. انا بالنسبه لي ما بقدر اغير، انا ربيت مع التراب والتراب ربي معي. يعني اذا بنام بالطايب الفرشه في شويه تراب. يعني اذا كان تشرب كاس شاي، اذا كان كاس شاي ما في نقطتين ثلاثة تراب ما طيبه. يعني هيك من اصول كل المصالح. يعني انا ربيت بين هالطين وهالتراب هذا بتم عايش معه لنهايه حياتي. صف اذا بدي غيره بدي غيره الاولاد، ما انا ما ابغى احسن اغير. لانه عشت فيها وعشقتها وعشقتني وصارت مني وانا صرت منها.